القرار هذا راه غامض ماهوش واضح، لكون ثم بايع المواد لمجموعه كبيره من المواد المدرسيه. شنو هما هذوما المجموعه دي؟ نجم يكونوا 4 5 10 10 انواع نتاع مواد، وتنجم يكونوا 3. اي القائمه هذه الغموض وين موجود. والتلميذ العوده المدرسيه محتاج لجميع المواد المدرسيه، هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى لكون البيع بدون هامش ربح قانونيا في تونس راهو ممنوع، قانون التجاره موجود مع وزاره التجاره اللي كونه ما تنجمش تبيع باللي تشري، وقتها تدخل في المنافسه الغير شرعيه. دونك بالنسبه لي نحن راهو هذايا غامض وموش مفهوم، واذا كانوا موجود هما المواد هذوما اللي قاعدين باش يتباعوا بالاسعار هذه. فهمت. وتنجموا تعملوا دوره. هذه باش نسالك، هو انت لك خاطر من 5 سبتمبر يمكن انتم عاينتوا وشفتوا. 6 سبتمبر فما شكون مشى، فما شكون اقتنى. اي هو انطلق من وقت البارح، من نهار لحد انطلق من نهار 5 سبتمبر. اي فوالا. فما شكون اقتنى مجموعه من الكراسات. ولكن للاسف الاسعار نتاعهم من اسعار البيع بالتفصيل. وعندنا ما يفيد ذلك. فهمت. وهذا انتم شنو تشوفوه ماهوش باش يكون في صالحكم انتم، لكن في المقابل هو معناها الناس تشكى من غلاء الاسعار تاع الادوات المدرسيه، واحنا حكينا على الموضوع هذا حتى مع منظمات وطنيه قاعده تراقب في الاسعار ويقول لك راهو زياده من عام ولسنه في بعض معناها الادوات المدرسيه تفوت ال 15% ساعات ال 20%. انتم تعليقكم كاصحاب مكتبات في الخصوص؟ هما راهو حتى المنظمات معناها بعثوا نداء وقالوا حتى للكتبيات انهم ماذا بهم يراعيوا مكتوب التونسي سنة. وهذا خلينا المبادرة من نهار 25 أوت لبينا الطلب، وإحنا كنا على الاستعداد للمساهمة في انخفاض الأسعار لتحسين القدرة الشرائية تاع المواطن، وخلينا قرار لكونه باش نعملوا انخفاض 5% على جميع المواد المدرسية باستثناء الكراسة المدعمة والكتاب المدعم، وهذا بداية من 25 أوت إلى 25 سبتمبر. وهذا توا قاعد مفعول وقاعدين نمارسوا فيه. اي كي اذا كان يبيعوا بسوم التفصيل اش معناها هذا؟ يعني قداش معناها بدون هامش ربح؟ نحكيو على نسب قداش في الحاله هذه؟ مش معقول بدون هامش ربح، مش معقول. هذه منافسه ماهيش ماهيش قانونيه معناها تقصد؟ لا اي بيان سور ماهيش. انت موجود غاديك باش تشري وعندك هامش ربح، نجم تنقص الهامش هذاك او مش ترجعوا صفر. وقت باش ترجعوا صفر احنا نخدموا، احنا العمل نتاعنا موسمي والاداء نتاعنا ساعات ثقافي قبل ما يكون هو تجاري، ومطالبين باش نوصلوا الكتاب والكراس والمواد المدرسيه الى جميع اصناف الشعب التونسي. من اللي يسكن في بنزرت حتى الاقصى الجنوب. بالطبيعة تقعد الكتبية اللي في الحكومة اللي يعرفوها الناس الكل هي أيوة. هي الأساس في هي الأساس هي لازم توفر وتجيب المواد هذه وتوفر الكتاب وتمشي تشد الصف وباش تقتني الكتاب، وهذا موجود هذا مش موجود حتى لين توفر هال اي اما كي نشوفوا المساحات التجارية الكبرى يقول لك اي بالطبيعة كي نشوفوا يقول لك مجموعة فقط ومش كل شيء معناها لهنا وكل انت والمساحة التجارية شنو هي اللي باش تعمل في التخفيضات فين ولا في كيفاش باش يكونوا الأسعار هي وهي اللي باش تحط البروموسيون وين بالضبط في أنا مجموعة من المواد اللي عندها هي خاطر ماك تعرف الماركات عديدة وعديدة جدا معناها. أنا قلت لك أنا الكراس البارح ثم شكون مشى خذاه الأسعار باهي بالتفصيل. وذي تعتبروه اشكال بي عندكم شي رساله تحبوا توصلوها خاصه للناس اللي تلوج على الاسعار معناها طايحه تعمل على شراء الادوات مجهوله المصدر مازال موجود من الانتصاب الفوضوي يدور مخلف الانتصاب الفوضوي يدور ويشوف اقل سعر يقتني
واضح هذا هو. شكرا لك سي جميل دردور رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين، تعبر على غضب الكتبيين جوستومون بعد القرار هذايا، ولو انه كمواطن يولي هو يخمم بطبيعة في مكتوبه انه ياخذ حاجة رابور كاليتي بري مهم، يحب حاجة تبدا تكون صالحة الجودة وتطول وتقعد، وفي نفس الوقت معناها تراعي قدرته الشرائية. لكن لهنا تقول انت هذوما اساليب غير قانونية. اذا فيما يخص الجدل اللي صار واللي حابين نرجع عليه اليوم في صفحيتنا اليوم خير حتى